أبنائي طلاب الصف الثاني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس من دروس مادة التربية الإسلامية في مجال القرآن الكريم، ودرس اليوم بعنوان سورة الكافرون. أهداف درس اليوم: أن يتلو الطالب الآيات تلاوة صحيحة، وأن يستنتج المعنى العام من خلال مناقشة المفردات. تأملوا أبنائي هذه الصورة التي تجدونها أمامكم على الشاشة. ماذا ترون في الصورة؟ نعم، نرى أصناماً، وهي ما كانوا يعبدونها في الجاهلية قبل الإسلام. من الذين كانوا يعبدون هذه الأصنام؟ الذين كانوا يعبدون الأصنام هم كفار قريش. ماذا كان يعبد كفار قريش؟ كانوا يعبدون الأصنام. درسنا اليوم يا أحبابي سيكون كما عرفنا حول سورة عظيمة من سور القرآن، هي سورة الكافرون. أبنائي افتحوا كتبكم صفحة 13 وتابعوا معي تلاوتي للآيات الكريمة. وقبل أن نقرأ الآيات أريد منكم أن تراعوا آداب التلاوة. هذه هي زميلتكم ريم، تريد أن تذكركم ببعض آداب التلاوة التي يجب أن نراعيها عند تلاوة القرآن الكريم. تفضلي يا ريم. السلام عليكم يا أصدقائي، أحب أن أذكركم ببعض آداب التلاوة، ومنها الإنصات الجيد والحرص على الوضوء ووضع المصحف في المكان اللائق به والجلوس بأدب واحترام أثناء التلاوة. تقبل الله منا ومنكم. أبنائي، بعد أن استمعنا إلى آداب التلاوة، هيا بنا ننصت خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أبنائي، بعد أن تلونا الآيات الكريمة أريد منكم أن ترددوا خلف المصحف المعلم: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون.
أبنائي، لحفظ السورة حفظاً جيداً، تستطيعون إعادة تشغيل الفيديو من جديد. والآن أبنائي، ما رأيكم أن نشارك في هذا النشاط؟ أتقن تلاوتي. هذا هو زميلنا حمد، سيخرج لنا من هذا الصندوق بعض الآيات التي سنحاول أن نساعده في قراءتها. هل أنتم مستعدون يا أبنائي؟ حسناً، أنتم رائعون حقاً. تفضل يا حمد. نعم أبنائي، حاولوا قراءة الآية التي أمامكم الآن. أعلم أنكم ستقرؤونها قراءة صحيحة. أحسنتم، قراءتكم صحيحة بالفعل. قل يا أيها الكافرون. تفضل يا حمد، ماذا عندك أيضا؟ نعم، كيف نقرأ هذه الكلمة يا أبنائي وقد مرت علينا في السورة؟ أحسنتم، عابدون، قراءتكم ممتازة. وماذا عندك أيضا يا حمد؟ نعم، تفضلوا أبنائي، أريد أن أسمع أصواتكم. أحسنتم، لكم دينكم. وماذا أيضا عندك يا حمد؟ تفضلوا أبنائي، ساعدوا حمد في قراءة هذه الآية. ولي دين. أحسنتم يا أبنائي، أنتم حقا رائعون. الآن أبنائي سننتقل إلى شيء آخر. انتهينا من تلاوة الآيات الكريمة من سورة الكافرون، وسوف نحاول استنتاج المعنى العام من خلال مناقشة المفردات في السورة. الآية الأولى: قل يا أيها الكافرون. ما معنى هذه الآية؟ الله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لكفار قريش. ثم تأتي الآية التي تليها: لا أعبد ما تعبدون. وماذا تعني هذه الآية أيضا؟ إنها تعني أنني لا أعبد الأصنام التي تعبدونها، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي أنكم ترفضون عبادة الله تعالى، ولا أنا عابد ما عبدتم. أحبابي، ما المقصود بهذه الآية الكريمة؟ أحسنتم، إنها تعني وأنا لا أعبد ما تعبدون من الأصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبد. هل تعلمون ماذا تعني هذه الآية يا أبنائي؟ نعم، إنها تعني إنكم أيها الكفار لا تعبدون الله تعالى الذي أتوجه إليه بالعبادة. وتأتي الآية الأخيرة من السورة، يقول الله فيها: لكم دينكم ولي دين، أي ولي دين الإسلام. نصل بذلك إلى نهاية تفسير السورة. والآن أحبابي، نريد أن نعرف ماذا استفدنا من السورة الكريمة من سورة الكافرين. الكافر هو الذي يعبد غير الله تعالى. وماذا أيضا؟ فكروا. نعم، المسلم يعبد الله تعالى وحده،
وماذا أيضا؟ الله تعالى وحده يستحق العبادة والشكر. أحسنتم أبنائي، أنتم رائعون حقا، أنتم رائعون حقا. عزيزي الطالب، قم بفتح الكتاب صفحة 15 لنجيب سويا عن التدريب الثاني. هذا التدريب هو عبارة عن مجموعة من الكلمات سنضعها في مكانها الصحيح من النقط. سنقرأ سويا هذه الكلمات: تنفع، وحده، تضر، غير. هيا لنقرأ الجملة الأولى: المسلم يعبد الله تعالى. أحسنتم، المسلم يعبد الله تعالى وحده. ننتقل إلى العبارة الثانية: الأصنام حجارة لا ماذا؟ نعم، إجابتكم صحيحة، الأصنام حجارة لا تضر ولا نعم لا تضر ولا تنفع. العبارة الثالثة تقول: الكافر يعبد الله تعالى. الكافر يعبد ماذا؟ يعبد غير الله تعالى. أبنائي، أود تذكيركم بضرورة الإجابة عن بقية أسئلة الكتاب المدرسي وحفظ سورة الكافرون، وأن تسجلوها بأصواتكم الجميلة ثم وضعها بقسم الواجبات على برنامج تيمز. شكرا لكم لتفاعلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.